حسان سمسي حمودة الطاهري، بديت هذا المشروع مدة عامين هذيك، خدام في واحد الشركة وبديت فيه داب. بديت تعلمت، كنت مع واحد صاحبي عنده كروسة بحال ما كنت نجي من الشركة رايح معاه، تعلمت صافي خرجت من الشركة ما خرجونا صافي، درت هاد الكروسة وليت خدام بها داب بحكك شي 1500 درهم، بحال هاد الكورنو هادشي ابار كروسة 1500 درهم باش واخدها ياك. السلعة وهادشي ملي كتشعل مول لابانير كتاخدو تدي معاك بحال هكاك ديك 200 درهم تتقدا لك السلعة ديالك، تتقدا هادشي بحال هكا تطي 200 درهم تيعمر، تطي 200 درهم يعمر لك ويعطيك السلعة كلشي تيعطي لك هو. أي شاب يخدم راه 200 درهم غيتقاد له المشروع بإمكان ديالو يخدم، راه يفتح أي حاجة، راه يصير على راسو العيبات. لا بغى بنادم يتحرك يخدم، راه أي حاجة راه من القليل بنادم راه يدير الكثير. 150 بحال هكاك 120 درهم في النهار. لكانت لاباز بحال هكا الدروبة عامرين وكان الصاد تصور حتى 250 200 درهم، لا بلا الفلوس اللي خسرتي هذوك ابارت تخلي فلوس العمارة وكتصور هذيك البراكة. باقي كاين الاقبال تبيعهم مع الدراري الصغار كلشي مزيان بخير. خدامين مع ولاد الشعب بحال ما هكا فقراء تخدم في الدروبة، تخدم مثلا في الدروبة مع الدراري الصغار لا عنده الفلوس لا قليل، واخا تمشي دابا شي حي راقي من الامكان ديالك تبيع وتشري بحال الدروبة بحال ما هكا احياء شعبية. بعض المرات عن مزيكا خدام بها هي باش تعرف دابا تخدم باف على الجد يمشي يعرفوني دي زمن الدروبه بحال ما ديما كل قليل دابا اللي تيطو كان ولاد هاي دابا ديال المزيكا كلشي صحاب لابان الا ما بقاش قديم ما بقاش ولا كلشي المزيكا دابا كان تيغاوتو لاباني تيبقاو غاوتو